جمعنا مجموعة من المشاهد اللي سواء كانت من أفلام أو مسلسلات أو حتى مسرحيات فيها أكل وشرب، هنعرض وأغاني كمان، هنعرض جزء صغير وبعد كده هنسأل سؤال له علاقة بالمقطع. الله أعلم السؤال إيه ومين هيعرف يجاوب السؤال. ايوه عرفت اهلا وسهلا. ايوه اشرف انا معاك اهو. بقولك انا طالب الاجازه هتلاقيه على المكتب بتاعي في البيت. في بيضه اهي انزيم الحزي. النبي اوعى تنسى. سلام سلام سلام. يا ربيع المعيد خلصت. لازم اي خدمه؟ شكرا. انت بتعمل ايه؟ بصحب. انت كده هتتعب في الصياعه. اعمل ايه يا صبري؟ اول يوم ده اصلا بيبقى حر وجوع وعطش ونرفزه. نرفزه. ايوه نرفزه. ايه ده؟ اداء ما كانش رد. هو السؤال كان ان هو انا نسي بجد. بس كلكم قلتوا بصراحه. طب لازم نغير السؤال. الاسرع اسم الفيلم اكس لارج. هو الاول. فريق الشرسين اخذ كده. المشهد الثاني من فيلم الحفيد. 2 كيلو موز، 2 كيلو برتقال، 2 كيلو ورق عنب، وصينيه حمام، وصينيه بط، والبفتيك لازم البفتيك عشان محدش يقول حاجه انت عامله حفله. فيلم الحفيد كان من اخراج مين؟ صعبه قوي دي. محمد ابو زيد، حسام الدين مصطفى. لا لا انا فاشل. حسن امام. لا نو 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 الواقعيه. اي حد من قديم. عاطف سالم. عماد الخشت. رائع طيبين. اجابه صحيحه. برافو خدت نقطه. لا بس في فرق سرعات. ما يعني انا كنت لسه ما فيش ساعتها. فرق سرعات جامد. المقطع اللي جاي مقطع من اغنيه مليانه اكل كتير قوي قوي قوي. عاملين لنا وزه بالخلطه وبفتيك وصينيه مكرونه بس، واختار صنفين وكباب حلة وضمة باللحمة المفرومة بس. طب فين اللحمة المشوية والفتة فين والتقلية والسمك البوري اللي انا جاي راح فين والشوربة فين؟ الراجل ده هيجنني. دي اغنية مشهورة جدا ولطيفة جدا من الحان مين؟ منير المراد؟ لا هي فيها من روحه بس هي حاجة تانية. محمد فوزي؟ لا هو موسيقار كنا بنحتفل بمئويته مؤخرا. محمد الموجي. محمد الموجي. الراجل ده هيجنني من الحان محمد الموجي. انتميت ماما. هو خال انتميت ماما. من مشاهد الاكل والشرب لان احنا في اجواء سفره وشيفات سفره. مشهد من فيلم التجربه الدنماركيه. هات لنا 5 فاتك كوارع وجنبيهم بقى شويه الحاجات بتاعتهم دول. ها سلطات؟ لا سلطات ايه، دول مش بتوع سلطات. هات لنا 5 ممبار و5 لحمه راس وشويه تحبيش بقى بتاعتهم. كباب. 5 كيلو كباب، 5 كيلو كفته ريش. 5 كيلو ريش ضاني. كويس. في موز؟ في يا فندم. كويس. هات لنا بقى 5 موز بتلو. بتلو 5 موز بتلو. وطواجن بقى، 5 طاجن عكاوي، وصينيه بقى فيها مخاصي على شويه حاجات. حاضر. الحساب سعادتك. 7645 جنيه. اديله 8000 واخلص. مشهد من فيلم التجربة الدنماركية. السؤال هو الحساب كان كام؟ 7345 جنيه. في معلومة تانية ان هم يوم تصوير المشهد ده خلصوا الاكل ده كله في اللوكيشن. انت عندك المعلومة؟ كان لسه حد بيقول في انترفيو قريب ان كل الاكل ده خلص في اللوكيشن. لا هو الاهم ان كل الاكل ده كان ب 7645. يعني ضربنا دلوقتي بقى. تسيب عربيتك وانت قلت بالهنا والشفا. بالهنا والشفا. مشهد من فيلم كوميدي من الطف الافلام. علي سؤال. مين فيكم يا كلاب اللي كان
اي جبنه. ما هو النهارده انا مش هسيبكم لحد ما تقروا وتعترفوا. يا خرابي ده كيلو الجبنه ب8 جنيه ونص. مين اللي اكل الجبنه؟ مين اللي اكل الجبنه؟ براميلي. اذكر 6 انواع جبن. فلامنكي، شيدر، جودا، اسطنبولي، بارميزان، جرير، بري، كامامبير، حاجات كتير قوي. كل واحد يجود بنوع جبنه. ريكفور، روكفور، بويا، جودا، بارميزان، كامامبير، رومي، بري، اسطنبولي، اولد امستردام، اسطنبولي، اسطنبولي، بارميزان، جبنه قديمه. لا لا ما تقول ايه، جورجونزولا، جورجونزولا، تعال جورجونزولا، جبنه قديمه، بارميزان، قريش، فلامنك، امنتال، شيدر. محدش يقول رومي، براميلي، مش مش مش، لا والمش مش جبنه، مش جبنه، من الاكلات التقليديه اللي مسجله في اليونسكو. انا باكل مش كل يوم. سرحنا قوي. فيلم تاني كانوا كلهم عايزين ياكلوا. حذر فذر طبخين ايه؟ محشي كرنب يا روحي عليه. فيه فيتامين؟ ايوه. امال ايه؟ فيتامين ايه؟ ألف وب وت وس ورز كمان، عارفه عشان متربي عليه. لا 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 لا، عايزين كباب وخضار سوتير. اما الحلو مارون جلاسيه. ضربت الكارنر. مش بس لا، الرياكشن دايما مش هو السؤال. هو مش ده السؤال، بس في حد فيكم قال الاجابه صح وحد قال الاجابه غلط. احنا قلنا الصح. احنا ما سمعناش السؤال. لا غريبه لسه. احنا حط ايدينا على السؤال. غرفه طارق. احنا قلنا اسم الفيلم ونفسها في اي نقطه بس. فريده لما كانت بتقول اسم مخرج. اسم الفيلم ايه؟ غرفه طارق. واجابه خاطئه. اجازه نص السنه اجابه صحيحه هنا. نزلت في حالة دمج ما بين طبيعة سفرة أول قناة مصرية للأكل وطبيعة بعض المشاهد اللي بنقدمها دلوقتي اللي فيها أكل أو شرب. وبيجي بعدها سؤال الإرهاب والكباب. في أوروبا والدول المتقدمة بيأكلوا مع الكباب طحينة. سيادة الوزير، المطلب بتاعنا الأول كباب وكفتة. نعم، كباب وكفتة. كباب وكفتة، كباب كتير وكفتة قليلة. خالد ده السلطات قوطة وطحينة وبابا غنوج. والساعة بقى موثقش في حياتك. كباب؟ دول عايزين يتغدوا كباب. الفيلم كان فيه لازمة بيقولها واحد من الموجودين في مجمع التحرير. في أوروبا والدول المتقدمة. أنا قلت أوروبا والدول المتقدمة. أوروبا والدول المتقدمة. هم قالوها الاول. هم قالوها الاول. في اوروبا ودول يا جماعه متقدمه عظيمه. ايه انا قاعده على التلفزيون. اغنيه بالمشاريب. انا امي جت صحتني الصبح وانا نايم على السرير، بتقول لي ميعاد الشغل وقوم يلا وبلاش تاخير. قلت لها حاضر قايم بس مسقطه فوق ازاي. قالت لي تشرب ايه؟ قلت لها انا اشرب شاي. تشرب ايه؟ اشرب شاي. تشرب ايه؟ اشرب شاي. تشرب ايه؟ اشرب شاي. تشرب ايه؟ اشرب شاي. خمس مرات. اربعة. ثلاثة. السؤال هو مش ده اصلا. من هو اول شعب شرب الشاي؟ الهند؟ فرنسا؟ لا، اليابان. اليابان. الصين. الصين. واجابة النتيجة. احنا شور. احنا ما حتى لو كسبتوا، احنا كسبنا مرة وانتوا كسبتوا مرة وتعادلنا مرة. وانا اقول النتيجة وهي فوز فريق سفرة الشرسين. هتحكموا بايه على الطيبين؟ يعني يبقى لاحقا على الشاشة نورة تعمل عكاوي. لا حرام عليك، حرام عليك. لا 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 توتة تعمل الفشة والكرش. لا اشربيها يغني على الهواء. شافي يغني. ده عامل ايه؟ تغني على بس ده هو يا جماعة. الحكم سهل قوي. انك تعمل ايه؟ المفروض التلي تعمل لنا منسف مثلا. انا معفي يا سلام. معفي لسه في يعني نطلع من الاحتفالية. هي عايزة تدوق. نطلع من الاحتفالية بحاجة. صح صح. نطلع بمنفعة.
الاحتفاليه تبقى واضحه جدا. يلا امتى حمام يوم خلاص يبقى الحكم يبقى فيه منفعه بعيد عن الضحك والروح الحلوه اللي كانت موجوده وطول الوقت موجوده في اعضاء عائله اسره سفره. لازم انوه انه 10 سنوات من النجاح المتواصل دي مهمه صعبه جدا. ما فيش اي مؤسسه او قناه تقدر تحافظ على هذا النجاح الا اذا كان فيها كوادر محترمه مخلصه محترفه عامله علاقه ممتازه مع المشاهد، انه يبقى في حاله اجماع ما بين المعلنين والمتلقين والعاملين بانه في حاله نجاح حقيقي. الناس بتحس ان انتوا قرايبهم او اصحابهم جزء من عائلتهم الكبيره، الا انه مش بس اللي بيظهروا قدام الشاشه هم اللي بيقوموا بكل المجهود. في جيش كبير جدا في سفره موجودين معانا بعضهم والبعض الاخر ما حضرش معانا الحلقه، بوجه لهم كل التحيه هم واداره السفره وببارك لهم على 10 سنوات من النجاح من التواصل من التجدد ومن مخاطبه كل شرائح الناس كل الشرائح، الاكل الرخيص والغالي البسيط والمعقد، كل انواع الاكل وكل انواع الاسر في مصر والعالم العربي تستمتع بمشاهدة قناة سفرة. كل سنة وانتم طيبين. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.